عزيزي المشاهد، أهلا بك في حلقة جديدة من برنامجنا فاحصين الكتب. لازلنا مستمرين في دراستنا لسفر الأعمال، وبذكر حضرتك أنه أفضل طريقة تتابعنا بيها أن يكون كتابك المقدس الشخصي جنبك وإنت بتتابعنا في الجزء اللي هندرسه النهاردة وهو أصحاح 25. قبل ما نبتدي دراسة سفرنا اسمح لي أرحب بضيوفنا في الاستوديو. أخي يوسف رياض أهلا بيك، أخ أيمن يوسف أهلا بيك، أخ عياد ظريف أهلا بيك. أخي يوسف ادينا فكرة عن الأصحاح. أصحاح 25 ما زلنا في محاكمات بولس أمام ولاة روما المعينين في قيصرية. انتهينا في أعمال 24 من وقوف بولس أمام فيليكس الوالي، واتغير الوالي من فيليكس وجاء والي جديد اسمه فستوس. وهذا الأصحاح بيكلمنا عن موقف بولس عندما وقف أمام فستوس لكي يحاكم. نقدر نقسم الأصحاح ده أربع أقسام. القسم الأولاني من عدد 1-5 بيكلمنا عن أن فستوس جاء حديثا إلى قيصرية ونزل إلى أورشليم اللي هي تعتبر العاصمة الدينية، ورؤساء كان استغلوا الفرصة لكي يلتقوا به وطلبوا منه أنه ينزل بولس أورشليم عشان يفحصوه مرة تاني، وهم كانوا ناويين يقتلوه في السكة. مرت سنتين وما زال الكراهية والحقد والعداء اللي موجود عند رؤساء الأمة كما هو بالنسبة لبولس. القسم الثاني من عدد 6-12، طبعا فستوس رفض انه ينزل بولس الى أورشليم، لكن وقف بولس قدامه في قيصرية وجم ناس من أورشليم عشان يوصلوا الشكاوى عليه. وبيقول لنا الكتاب هنا في عدد 7 قدموا على بولس دعاوى كثيرة وثقيلة لكن لم يقدروا ان يبرهنوها. وبولس في هذا الجزء رفع دعواه الى قيصر باعتباره مستغلا الجنسية الرومانية، قال له انا حرفع دعواي الى قيصر لانه لاحظ المماطلة من جانب الولاة الرومانيين، مش هيخلصوا مش هينصفوه. ففيليكس قعد سنتين بيستدعي بولس لكن لا شيء في المسألة للأمام، لذلك رفع دعواه إلى قيصر، ولا سيما أنه كان وصلوا من الرب أنه ينبغي أن يشهد للمسيح في روما. الجزء الثالث لما جاء أغريباس الملك يسلم على فستوس، استغل فستوس وجود أغريباس لأنه يهودي، فسألوا على أن هنبعت أسير لروما للقيصر وأنا ما عنديش حاجة أكتبها، لأن لما جم قعدوا يتكلموا رؤساء الأمة وبولس كلام مع بعض أنا ما فهمتش حاجة منه. الموضوع كان عن واحد اسمه يسوع مات وبولس بيقول إنه حي. الجزء الأخراني من عدد 23 لآخر الأصحاح عقدت الجلسة فعلا اللي فيها حيسمع أغريباس اللي كان سمع عن بولس وكان حابب يسمعه، فعقدت الجلسة لكي يتكلم بولس أمام الملك أغريباس، وده اللي هيحصل في أصحاح 26. فستوس. هو فستوس بوركيوس الذي تولى منصب الوالي الروماني في اليهودية خلفاً لفيليكس الوالي حوالي سنة 58 ميلادية، وقد ورث تركة ثقيلة من المشاكل من جراء حكم فيليكس الرديء، ولم يستمر كثيراً في المنصب إذ مات بعد حوالي 3 سنوات من الولاية. بدأ فستوس عمله كوالي بزيارة أورشليم لمدة تزيد عن 10 أيام. في هذه الزيارة عرض رؤساء الكهنة عليه قضية بولس والتمسوا منه أن يستدعيه إلى أورشليم، إذ كانوا سراً متفقين على اغتياله أثناء رحلته إلى هناك. رفض فستوس طلبهم وعاد إلى قيصرية مقر الوالي، وفي الغد أمر أن يؤتى ببولس وأعطى لليهود فرصة لسرد شكاواهم عليه، ومجاملة لليهود عرض على بولس أن يرجع إلى أورشليم ليحاكم هناك. رفض بولس وفاجأه بأن رفع دعواه إلى قيصر روما نيرون في ذلك الوقت باعتباره مواطنا رومانيا وله هذا الحق، فما كان منه طبقا للقانون الروماني
إلا أن اضطر للموافقة على طلبه وإرساله لروما. شهد يوسيفوس عن فاستوس بحسن الأخلاق والعدل، وقد ظهر ذلك في كثير من تصرفاته، ففي وقت ما بنى اليهود حائطاً عالياً في الهيكل رداً على بناء الملك أغرباس الثاني حائطاً عالياً في أحد قصوره تمكن منه كشف الهيكل، اضطر فاستوس إلى هدم الحائط الذي بناه اليهود، ولكنه سمح لهم بإرسال سفارة إلى الإمبراطور للاعتراض على قرار فاستوس، وقد حكم نيرون في هذه القضية لصالحهم بالفعل. فلما قدم فاستوس إلى الولاية صعد بعد 3 أيام من قيصرية إلى أورشليم، فعرض له رئيس الكهنة ووجوه اليهود ضد بولس، والتمسوا منه طالبين عليه منة أن يستحضره إلى أورشليم، وهم صانعون كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجاب فاستوس أن يحرس بولس في قيصرية، وأنه هو مزمع أن ينطلق عاجلا، وقال: فلينزل معي الذين هم بينكم مقتدرون، وإن كان في هذا الرجل شيء فليشتكوا عليه. إذا نبدأ بالقسم الأول أخ أيمن، الأعداد من 1 لـ5 كلمنا عنها. في الجزء ده بنعرف أنه بعد فترة زي ما سمعنا 2 من المحاكمة، لكن بالفعل نار الحقد والغيرة لم تهدأ. أي محاكمة أو أي قضية بالطول أيام وشهور وسنوات غالبا ما بتقل الكراهية تجاه المتهم، أو حدة الاتهامات بتكون أقل، إلا في قضية بولس بالعكس كانوا بيزدادوا حنقا وكانوا بيزدادوا كراهية لبولس. وبنشوف انه كان قدامهم تكتيكات، اذا نجحت واحدة اذا لم تنجح واحدة تنجح الاخرى، فكأنهم بيقولوا اذا المحاكمة ما انتهتش بالحكم على بولس بالموت رسميا كانوا بيخططوا لاغتياله بصورة يعني كان بيخططوا لمؤامرة تنتهي بقتل بولس. والحقيقة كأس شرورهم لم يخلو أبدا من المكايد والدسائس وسفك الدم. بنلاحظ أن قبل كده كان في كمين على بولس، واكتشفوا ابن أخت بولس وبلغ بيه بولس وبلغ بيه الأمير. برضو الله ما عندوش طريقة واحدة، عنده مليون طريقة وطريقة. المرة دي مين اللي أعلم فاستوس بأن في كمين أو هم ناويين يقتلوا بولس في الطريق؟ لماذا رفض؟ ما يقولناش ان حد بلغ فاستوس بذلك، لكن قلب الملك في يد الرب كجداول مياه، فلم يوافقهم فاستوس. ماذا لو كان وافقهم فاستوس؟ كان ربنا عنده طريقة تانية. الله عنده مليون طريقة، ومسيطر على فاستوس ومسيطر على كل الناس وبيجري قصده من وراء كل ذلك. حسب النظرة السياسية انه اي محتل في اي بلد القاعدة الشعبية بتعمل حاجة اسمها المقاومة الشعبية، يعني لو في عداوة المفروض هتكون بين أصحاب البلد وبين المحتل. هنا الغريبة أن في اتفاق بين الرومان وبين اليهود، ما فيش مقاومة شعبية، بس الاتنين اتفقوا على مقاومة حاجة تاني، مقاومة الطريق، مقاومة سبل الله، مقاومة ابن الله، ممثلة هنا في مين؟ في الرسول، في الرسول بولس. قبل كده برضو اتفق بيلاطس واتفق هيرودس واتفق قادة الشعب، اتفق كل الرؤساء معا بحسب مزمور 2، قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحي قائلين: لنقطع قيودهما ونطرع عنا ربطهما. وبرضو نقول ان إبليس دايما بيعمل الاتحادات ويعمل الانفصالات، يقدر يفصل 2 عن بعض ويقدر يتحد 2 مع بعض، بس مين مع مين؟ جمع أصحاب الأرض اللي المفروض يقاوموا المحتل، جمعهم مع بعض في كفة واحدة ضد عمل الله، ضد بولس. هنا مقاومة. أنا لفت نظري كمان السرعة، مجرد ما جه فاستوس 3 أيام كانوا عنده، كانوا زهقوا الظهر من فيليكس وقال لك مش ناوي ياخد قرار، لكن أول ما شافوا يعني فتحة باب متوارب قال لك يعني حقد الإنسان ما بينامش جوه.
وبعدما صرف عندهم أكثر من 10 أيام انحدر إلى قيصرية، وفي الغد جلس على كرسي الولاية وأمر أن يؤتى ببولس. فلما حضر وقف حوله اليهود الذين كانوا قد انحدروا من أورشليم، وقدموا على بولس دعاوي كثيرة وثقيلة لم يقدروا أن يبرهنوه، إذ كان هو يحتج أني ما أخطأت بشيء، لا إلى ناموس اليهود ولا إلى الهيكل ولا إلى قيصر. ولكن فستوس إذ كان يريد أن يودع اليهود منة أجاب بولس قائلا: أتشاء أن تصعد إلى أورشليم لتحاكم هناك لدي من جهة هذه الأمور؟ فقال بولس: أنا واقف لدى كرسي ولاية قيصر حيث ينبغي أن أحاكم، أنا لم أظلم اليهود بشيء كما تعلم أنت أيضا جيدا، لأني إن كنت آثما أو صنعت شيئا يستحق الموت فلست أستعفي من الموت، ولكن إن لم يكن شيء مما يشتكي علي به هؤلاء فليس أحد يستطيع أن يسلمني لهم. إلى قيصر أنا رافع دعواي. حينئذ تكلم فستوس مع أرباب المشورة فأجاب: إلى قيصر رفعت دعواك، إلى قيصر تذهب. طلب منهم ناس ييجوا يشتكوا ويقولوا لو عندهم حجة، وده اللي ابتدى يحصل في الأعداد من 6 ل 12. أخ عياد كلمنا عن هذه الأعداد. لما اليهود طلبوا من فستوس في أورشليم إن هو يحاكم بولس، يجيبوا أورشليم علشان يحاكموا، كانوا عاملين كمين، وطبعا بتدخل إلهي الرب خلى فستوس يرفض هذا العرض ويقول لهم أنا هنزل قيصرية، وانتوا لو عندكم أي شكوى انتخبوا الناس المقتدرين وتعالوا علشان تفحصوا هذا الرجل أو تقدموا شكواكم يعني. وبعدين يقول لنا في عدد 6: وبعدما صرف عندهم أكثر من 10 أيام انحضر إلى قيصرية، وفي الغد جلس على كرسي الولاية وأمر أن يؤتى ببولس. فلما حضر وقف حوله اليهود الذين كانوا قد انحضروا من أورشليم. منظر غريب يعني، يعني بولس واقف وأحاط به اليهود، يعملوا إيه؟ عندهم حجج ضده أو عايزين يقدموا دعاوى ضده. منظر من المناظر اللي كان فيه بولس في موضع آخر في أصحاح 14 لما اتاخد برا المدينة وترجم، أحاط به مجموعة أخرى بس مجموعة من الأفاضل، المجموعة دي أحاطت به وهو كان مرجوم وهو كان يعني في منظر الأموات، لكن هذا المنظر منظر القديسين حواليه خلاه رجعت نفسه ليه وقام وانتعش. لكن جماعة هنا أحاطوا به بتفكرني بجماعة أحاطت بالمسيح لما جمعوا عليه كل الكتيبة. كل واحد عنده كلام ضده، بس برضو ولا دعوة من دول تقدر تستند على دليل. يقول لنا: وقدموا على بولس دعاوى كثيرة وثقيلة ولم يقدروا أن يبرهنوه. يعني من جهة الاتهامات موجودة للصبح، بس أنهي تهمة ديت ليها دليل؟ ولا واحدة. وبرضو ساعة المسيح كل الدعاوى اللي جت ضده لم تتفق شهادتهم، في شهود زور كثيرين. بص، هتلاقي كتير أول اللي عايز يشهد ضد المسيح، وهتلاقي كتير أول اللي عايز يشهد ضد شعب المسيح، وهتلاقي كتير أول اللي عايز يشهد ضد عمل المسيح، بس أنهي دليل يقدر يستند عليه هذا الادعاء؟ مفيش ولا دليل. الغريب ان هنا قدموا على بولس دعاوى كثيره، يعني قالوا عندنا دعاوى كثيره، عندنا اتهامات، بس انهي تهمه دي تستند على دليل؟ مفيش اي دليل. وده برضو اللي حصل في محاكمه الرب يسوع المسيح، جابوا شهود كثيرين ولم تتفق شهادتهم. انا عجبني قوي ترتيب بولس للتهم الحقيقه. عدد 8: اذ كان هو يحتج يعترض وايضا بحجه ويقول اني ما اخطات بشيء، لا الى ناموس اليهود ولا الى الهيكل ولا الى قيصر. ترتيب التهم في الخطاب بتاع المحامي كان عكس كده، قالوا ان بولس بيفسد ويهيج الشعب، وقالوا ان هو بيتكلم كلام كان مقدام شيعة النصريين، واخر حاجة قالوا عليها بيفسد الهيكل او دنس الهيكل، وكانهم عايزين يحطوا مركز قيصر، الموضوع السياسي نمرة واحد الذي يشغل بال القيصر المفروض ياخد قرار ضده. لكن هنا بولس بيقول لهم انا احب احط الترتيب المظبوط، انا لم اتكلم شيئا ضد، مش قيصر ده في الاخر، ما يهمنيش اتكلم كلام ضد قيصر، لكن انا يهمني ان انا كل كلامي لم يكن ضد ناموس الله،
أنا كل أموري، كل كرازتي، كل عملي، كل شغلي لم يكن ضد ناموس الله، أنا لم أتكلم ضد الناموس طبعا، لأن المسيح هو أيضا موضوع الناموس. فرتب الإدعاءات وبرضه فند هذه الإدعاءات وأثبت بالحجة أن أنا لم أتكلم ضد الناموس ولا ضد الهيكل ولا أسيء إلى قيصر. طبعا فستوس يقول عن الكتاب: إذ كان يريد أن يودع اليهود منة، أجاب بولس قائلا: أتشاء أن تصعد إلى أورشليم لتحاكم هناك؟ برضه عرض تاني. هنا بولس الحقيقة استشعر أن في صفقة هتحصل وأراد أن يتمسك بحقه. أنا واقف قدام سلطة قيصر، السلطة الرومانية، إذن أنا أحاكم أمام قيصر، أنا رجل روماني، أنا عندي الجنسية الرومانية، إذن أنا أرفع شكواي إلى قيصر. وهنا يعني أراها تتميما أيضا لقول الرب له في أصحاح 23 أنك أنت تروح لروما بأي طريقة من الطرق، لابد أن تذهب إلى روما، ورفع دعواه إلى قيصر تتميما لقول الرب له أنك سوف تذهب إلى روما. يبدو بحسب الظاهر أن كل الأمور ماشية في صفهم. لما قدموا التماس لفستوس ولما توسلوا إليه يبدو أنهم وجدوا ترحيب منه، فده أدهم فرصة يزودوا ويكتروا من الاتهامات الكثيرة والثقيلة. لكن فستوس امتحن الأمر ووجد أنه مفيش حجة كافية تثبت الاتهامات الموجهة إلى بولس. فإذا كان القضاء اللي من الناس، القضاء الأشرار، لم يقدروا أن يثبتوا تهمة في هذه المحاكمة المنظمة المحبوكة، يبدو أمام الناس أن اليهود يحاكمون بولس لكن بإظهار كذبهم وافتراءهم كان الله يحاكمهم حتى يكتمل كأس شرورهم، والله يوقع القصاص الرهيب اللي كان بعد سنوات قليلة سيقع على هذه الأمة التي لم تسمع لصوت إلهها. واضح أن في صفقات بتجرى هنا يعني، ودايما أصحاب المراكز بيعملوا صفقات على حساب أمور الله. يعني هذا الرجل أراد أن يجري صفقة مع اليهود، طب مين موضوع الصفقة؟ مين الورقة اللي ممكن يلعبوا بيها؟ بولس. ويمكن نشوف في الفترات الزمنية اللي فاتت أو الحالية أنه في بعض الدول أنه هناك صفقات بتجرى بين أجهزة سيادية في بعض الدول، ومين الموضوع الضحية اللي في النص؟ هم شعب الله. أنا عايز أقول أنه كانت هناك صفقة، لكن هذه الصفقة كان موضوعها بولس وعمل الله. بولس إن كان بالنظرة الطبيعية فقد الحماية والعدل، لكن كان له اتصال بالله. وإن كان المؤمنين في العالم بيفقدوا حماية العرش أو السلطة السياسية اللي في البلد، لكن لهم اتصال بعرش الله ولهم اتصال بعرش النعمة. يمكن مناش حد يمثلنا في أي جهة سيادية أو حكومية أو يحامي عننا أو ياخد بصفنا، يمكن العروش كلها بتكون ضد المؤمنين، لكن عرش الله مفتوح قدام المؤمنين، عرش النعمة مفتوح قدام المؤمنين. هيقف معاه الرب ويقول له أنا معاك، هتكمل وهتروح لروما وهقف معاك وهنفذ بيك مشيئتي. يتكلم زي ما يتكلم فستوس أو قادة اليهود: رأيي يقوم ومشيئتي تثبت. عندي ملاحظة على الآية 9: ولكن فستوس إذ كان يريد أن يودع اليهود منة، أجاب بولس قائلا: أتشاء أن تصعد إلى أورشليم؟ الكلمة دي بتفكرنا بآخر الأصحاح اللي فات: لكن لما كملت سنتان قبل فيليكس بوركيوس فستوس خليفة له، وإذ كان فيليكس يريد أن يودع اليهود منة، ترك بولس مقيدا. زي ما حضرتك أشرت أن المؤمنين دول مجرد ورقة يلعبوا بيها. فيليكس بالذات كان يرجو أن يحصل على دراهم من بولس فيطلقه، حيث أنه ما حصلش على الدراهم يبقى على الأقل يكسب مكسب سياسي. فأراد أن يودع اليهود منة، وأين العدل؟ أين العدل في هذا؟ إذا كان بريء فليطلق، أو لماذا تريد أن تأخذ منه دراهم لتطلقه؟ ولماذا إذا لم يعطك الدراهم فأنت ستبقيه لكي تودع اليهود منة؟ هذا هو الظلم. ليه حق الرسول بولس يقول: أيتجاسر أحد منكم له شكوى أن يحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين؟ مزمور 82 بيكلمنا عن الحكومات اللي كانت زمان واللي موجودة لغاية النهاردة، يقول: الله قائم في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي، حتى متى تقضون جورا وترفعون وجوه الأشرار؟ اقضوا للذليل واليتيم
اللي ملوش كبير، لكن اتصرفوا بالعدل وبالحق، انصفوا المسكين والبائس، نجوا المسكين والفقير من يد الأشرار أنقذوا. لكن فين الكلام ده؟ في موضع العدل هناك الظلم. لكن في آخر هذا المزمور يقول له كده: قم يا الله دين الأرض لأنك أنت تمتلك كل الأمم. مفيش غير مفيش أمل غير لما يجي المسيح ويملك بالعدل والبر. أنا يفرق معايا قوي أنه بولس لم يستعفي من الموت، يعني قال لهم فيما يخص الموت أنا مش خايف من الموت، لكن أنا مرضاش أموت بتهمة مش هي التهمة الحقيقية. يعني لو عايزين تقتلونني وتقولوا أن أنا متهم أني أتبع يسوع المسيح، هذا شرف، أرضى بهذا الموت، لكن تلبسوني تهمة مختلفة وتقولوا أنه أساء وظلم اليهود، هنا الكلام ما يكونش مظبوط. كتير قوي شرف لينا أن احنا نقتل لأجل المسيح، لكن أصعب حاجة أن احنا كمسيحيين نرجم أو نقتل أو نظلم لأجل أشياء أخرى. لا يتألم أحدكم كقاتل أو متداخل في أمور غيره، لكن شرف لي كمسيحي أنا لا أخشى الموت ولا أخاف الموت ولا أخاف الحرق ولا أخاف الإعدام إذا كنت هذه التهمة الحقيقية أني مسيحي وأنتمي إلى المسيح. لكن أرتعب عندما أظلم أو أرتعب عندما أحاكم لكوني أني مسيحي لكني أرتكب ذنبا سواء تجاه الدولة أو تجاه أخي الإنسان. عشان كده شرف لا يستعفي أن يكون شهيدا للمسيح باعتباري تابعا للمسيح. وهنا بنشوف بولس بيتحقق فيه الكلام اللي قاله الرب للتلاميذ، إنه لما هتقفوا قدام ولاة وملوك ما تهتموش تقولوا إيه، لأن الرب هيديكم الكلام. شوف الحكمة في الرد والحكمة في التصرف. يعني الرد اللي قاله في آية 8 بصورة موجزة وبليغة جدا، وزي ما سمعنا الترتيب بتاع الرد كان فاهم إنهم دايما بيمزجوا الدين بالسياسة، وقالوا إذا الورقة بتاعت الأمور الدينية المشاكل الدينية ما نفعتش قدام الوالي الروماني ربما تنفع الورقة السياسية، ونفس السياسة دي كانوا بيستخدموها باستمرار حتى في محاكمة المسيح، يجيبوا تهمة اجتماعية وتهمة دينية وتهمة سياسية. التهمة الاجتماعية بتهيج الرأي العام، والتهمة الدينية مؤكد أن الدين بيحرك مشاعر الشعب كله، وإذا ما نفعتش دي ولا دي الملوك وأباطرة الرومان وفي كل الرتب بيخافوا على مناصبهم وهيتحركوا أكيد وياخدوا موقف، لما يضحوا بواحد أحسن ما يضحوا بمنصبهم أو ثرواتهم. لكن كمان حكمة في التصرف وفي الرد، لما سألوا وقال له أتشاء أن تصعد إلى أورشليم، ربما بولس كان يجهل أو ربما ما كانش يتوقع الكمين اللي ممكن يصنعوه ليه في الطريق، لكنه تشدد وقال أنا واقف لدى كرسي ولاية قيصر حيث ينبغي أن أحاكم. أنا إن كنت أحاكم رسميا في مجلس الولاية وليس في أورشليم. وربما هذا التشدد وضع الرب في قلبه، لأنه الرب وعده أنه سيشهد في روما، كان يشتاق أن نور الإنجيل يشرق في عاصمة الدنيا هناك في روما. أغريباس وبرنيكي. هو هيرودس أغريباس الثاني واسمه الرسمي ماركوس يوليوس أغريباس ابن هيرودس أغريباس الأول، ولد عام 28 ميلادية، لم يملك على اليهودية مباشرة بعد موت أبيه سنة 44 ميلادية لصغر سنه وقتها، إذ كان يبلغ 17 عاماً وقتها. تربى وتعلم في قصر الإمبراطور كلوديوس قيصر في روما، وتولى الملك عام 48 ميلادياً، وكان آخر من حكم اليهودية من نسل هيرودس الكبير. يظهر في العهد الجديد في سفر الأعمال الأصحاح 25 هو وبرنيكي. كانت برنيكي الفائقة الجمال هي أخته، وهذا ما جعل علاقتهما الفاجرة محط انتقاد من اليهود والأمم على حد سواء. خطبه بولس باعتباره الملك، ويبدو من سياق الكلام أنه يعرف الكثير عن الكتب المقدسة. أثناء احتجاج بولس لديه أجابه بجملته الشهيرة: بقليل تقنعني فأصير مسيحياً. حين التهب الموقف بين اليهود وروما، حاول أغريباس كثيراً إقناع اليهود بعدم إثارة الحروب مع روما
ولكنه فشل، فأيد الجيش الروماني في هجومه على اليهودية، ولم ينس له الرومان هذا الجميل فأرجعوه إلى روما عند سقوط اليهودية، وهناك عمل كقاض حتى مات تقريباً عام 100 ميلادية. أما برنيكي فبعد سقوط اليهودية دخلت في علاقة استمرت طويلاً مع تيتوس القائد الروماني الذي سقطت على يده اليهودية، والذي أصبح فيما بعد إمبراطوراً خلفاً لأبيه فيسباسيان، ولكن حالت الكثير من الأمور دون إتمام زواجهما. وبعدما مضت أيام أقبل أغرباس الملك وبرنيكي إلى قيصرية ليسلما على فستوس، ولما كانا يصرفان هناك أياما كثيرة عرض فستوس على الملك أمر بولس قائلا: يوجد رجل تركه في لكسو أسير، وعرض لي عنه رؤساء الكهنة ومشايخ اليهود لما كنت في أورشليم طالبين حكما عليه، فأجبتهم أن ليس للرومانيين عادة أن يسلموا أحدا للموت قبل أن يكون المشكو عليه مواجهة مع المشتكين، فيحصل على فرصة للاحتجاج عن الشك. فلما اجتمعوا إلى هنا جلست من دون إمهال في الغد على كرسي الولاية وأمرت أن يؤتى بالرجل، فلما وقف المشتكون حوله لم يأتوا بعلة واحدة مما كنت أظن، لكن كان لهم عليه مسائل من جهة ديانتهم وعن واحد اسمه يسوع قد مات، وكان بولس يقول إنه حي. وإذ كنت مرتابا في المسألة عن هذا قلت: ألعله يشاء أن يذهب إلى أورشليم ويحاكم هناك من جهة هذه الأمور؟ ولكن لما رفع بولس دعواه لكي يحفظ لفحص أغسطس أمرت بحفظه إلى أن أرسله إلى قيصر. فقال أغرباس لفستوس: كنت أريد أنا أيضا أن أسمع الرجل. فقال: غدا تسمعه. تخش شخصية جديدة بقى، الملك أغرباس اللي نقرأ عنها في الأعداد من 13 ل 22، اللي أرجو أنك تدينا فكرة عنها خايد. طبعا أغرباس ده كان أغرباس الملك، وده هيرودس أغرباس، ده يبقى ابن أغرباس ابن هيرودس الذي قتل يعقوب، ويبقى كمان حفيد هيرودس الذي قتل أطفال بيت لحم. وده طبعا ده الحقيقة نسل دموي، يعني في هذه العائلة عائلة الهرادسة يتميز الدم دائما. فدول كانوا وطبعا مراته اللي معاه برنيكي بيقولوا عليها ان هي اخته، كانت عايشة معاه، يعني مراته مش مراته، هي عايشة معاه في الشر، فده ثنائي صعب جدا. ولما جم علشان يباركوا الفستوس على الولاية بتاعته، فحب فستوس علشان ياخد رأيهم في القضية ديت، شرح لهم نفس القضية اللي اتكلم بيها بولس قبل كده، شرح لهم ان هو عليه شكاوى من اليهود، وشرح لهم ان هو تركه في لكس أسير لمدة سنتين، وشرح لهم ان هو اليهود مهما كانت الشكاوى بتاعتهم ما كانش ليها اي أدلة. لكن انا اقف عند: فلما اجتمعوا لهنا جلست من دون امهال في الغد على كرسي الولاية وأمرت أن يؤتى بالرجل، فلما وقف المشتكون حوله لم يأتوا بعلة واحدة مما كنت أظن. أنا مش عارف ليه الروح القدس عمال يأكد ويعيد على قصة أنه لم يأتوا بعلة واحدة، عايز يظهر براءة السفيرة الذي في سلاسل، عايز يظهر براءة هذا الشخص كما أظهر براءة المسيح في كل المحاكمات، لم يكن فيه علة، لم أجد فيه علة. لكن كان لهم عليه مسائل من جهة ديانتهم وعن واحد اسمه يسوع قد مات، وكان بولس يقول انه حي. انا برضو مستغرب من المعلومات اللي عند فستوس، كل اللي تعرفه انه واحد اسمه يسوع، الناس تقول انه مات، لكن بولس يقول انه قام من الاموات، انه حي. دي القضية لغاية دلوقتي، هو المسيح في نظر الناس ايه؟ واحد اسمه يسوع. المسيح عند الناس اللي عايزين حتى يكرموا المسيح يقولوا عليه انه نبي واعظم الانبياء،
لكن بولس عنده رأي آخر، أنا يسوع هذا الذي مات أيضا قام من الأموات وهو حي. قضية القيامة ديت قضية عاملة مشاكل في كل سفر الأعمال. يعني من وقت ما المسيح قام من الأموات اليهود قالوا ما قامش، وأشاعوا الإشاعة المعروفة ديت أنه تلاميذه أتوا ليلا وسرقوا، وكل ما بطرس كان يتكلم بولس يتكلم عن القيامة تحصل مشكلة. أعتقد أنه إبليس لا يستطيع أن يحتمل كون أن المسيح قام ونقض أوجاع الموت. قضية أن المسيح مات بتعمله مشكلة، وقضية أنه قام من الأموات بتعمله كمان مشكلة. عايز يفضل في أذهان الناس كون أن المسيح وضع في القبر وختم الحجر وانتهى الموضوع بعد كده، لكن قام من الأموات وقام بقوة حياة لا تزول. ده الكلام اللي قاله فستوس وهو بيشرح لأغرباس، وكانوا بيقولوا أنا ما لقيتش فيه علة، وكنت عايز أطلعه لولا أنه عمل إيه، رفع شكواه أو دعواه إلى قيصر. وهنا ما نقدرش نتدخل، لو أنت عندك مشورة قولها لي. طبعا الاثنين مش هيقدروا يعملوا أي تدخل كون أنه رفع شكواه إلى قيصر. في مرات الجملة اللي قالها فستوس عن المسيح كانت بتستفزني لما أراها، واحد اسمه يسوع، بس افتكرت أن اللسان اللي بيقول عنه واحد اسمه يسوع بكرة هيعترف أنه رب لمجد الله الآب. حتى الملوك دول، حتى الولاة دول، وكل كل كل لسان، كل لسان الكتاب بيقول هيعترف في يوم من الأيام. بس في نفس الوقت كانت بتعزيني الكلمة بقى المرة دي، ما قالش أنه بولس بيقول أنه قام، لأنه الفكرة مش، لكن الفكرة اللي وصلها له والكلام الجميل اللي بتقول الآية عن يسوع أنه حي، حي بيدي حياة، حي في ذاته، حي إلى أبد الأبدين. قول زي ما أنت عايز. وأنا بعتقد دي من أكتر الحاجات اللي تريح قلب المؤمن، أنا اللي بتبعه شخص حي، كل الناس بتتبع ناس مش حي. كون أن المسيح مقام من الأموات وكون أن المسيح حي هي القوة الدافعة لنا ونحن نسير في هذا العالم. أنا حي فأنتم ستحيون. وهو قام من الأموات كرأس جنس جديد، وهو الرأس في المجد، وبما أنه حي كالرأس لابد أن تسر لنا الحياة ونحن هنا على الأرض. الفكرة دي كانت سند القديسين من أقدم سفر نسمع عنه، سفر أيوب، لآخر سفر، سفر الرؤية. سفر أيوب يقول كده: قد علمت أن وليي حي. خلاص أنا مش عايز حاجة في وسط الظروف الصعبة دي، السندة اللي بتديني نفس في وسط ظروف واحد زي ظروف أيوب أنه حي. في سفر الرؤية لما ارتعد وارتعب يوحنا، الرب جه طمنه قال له لا تخف، بس ما قالهالوش كده، قال له لأني أنا حي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الأبدين. الفكرة دي فكرة أن المسيح حي، انك بتكلم واحد حي، انك بتتعامل مع واحد حي، والحي ده مش اي حياة، له قوة حياة لا تزول، موجود من اجل الناس اللي بيصدقوه وبيثقوا فيه، من ثم يقدر ان يخلص الى التمام الذين يتقدمون به الى الله، اذا هو حي في كل حين. انا نفسي مشاهدي العزيز يسأل نفسه السؤال دوت: من تتبع؟ هل تتبع الحي الوحيد، ولا اللي بتتبعه فينه دلوقتي وشكله ايه؟ الحي كمان بتقول انه غلب الموت، فلو كان الموت هو نصيب من يتبع المسيح بهذه الجرأة فالمسيح قد غلب الموت. ماذا انتفع عندما ازور قبور وفيها اجساد وفيها عظام؟ ماذا انتفع؟ لكن المسيح الوحيد الذي كان له قبرا فارغا، لماذا تطلبنا الحي بين الاموات؟ فهو حي، انتصر على الموت، غلب الموت وجلب الحياة لمن يتبعونه. قال: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات قد يموت، ولو مات فسيحيا. في شيء بيلفت انتباهي في أسلوب فستوس في عرضه للقضية، ودايما اللي بيعرض موضوع يقدر يحدد الناس تميل أو تدي وزن لإيه وتغفل إيه. فهنا أقدر أقول إن كان بيعظم ما هو قليل الشأن ويقلل ما هو عظيم الشأن. يعني تلاقيه بيبالغ جدا في مدحه لشريعة الرومان، وبيبالغ في الدور بتاعه، يقول: جلست من دون إمهال وأمرت أن يؤتى بالرجل. لكن الشيء العظيم اللي يستحق أن يلفت الانتباه إليه هو اللي قلل منه: واحد اسمه يسوع مات. وبولس يقول كأنه بولس لوحده تجاهل البراهين الكثيرة، كأنه واحد بيدعي انه حي. واه من عظماء الارض والملوك او الفلاسفه او الادباء اللي بيحتقروا المسيح واللي بيتجاهلوه،
وهم نفسهم حيجي يوم من الأيام ويعرفوا أنه ستجثو له كل ركبة، حيسجدوا لي، مش حيقولوا أنه آدي الإنسان اللي كان ميت، لكن حيعترفوا بيه بأنه رب، هو رب الكل. لكن إن لم يسجدوا له حبا وتقديرا وعن إيمان حقيقي الآن، سيجثون له ويعترفوا به قسرا في يوم قريب. واحد اسمه يسوع. كان لهم عليه مسائل من جهة ديانتهم، وعن واحد اسمه يسوع قد مات، وكان بولس يقول إنه حي. هكذا قدم فستوس قضية بولس لأغريباس وبرنيكي. لم يكن يسوع بالنسبة له سوى واحد اسمه يسوع، ومن أين له أن يعي غلاوة هذا الاسم وقيمته؟ وقضية كون المسيح حياً لم تكن تعنيه في شيء، لكنها بالنسبة للمسيحي هي كل شيء، فهي تعني من بعض ما تعني: واحد، مصدر الحياة وضمانها. هذا ما أعلنه الرب لنا: إني أنا حي فأنتم ستحيون. اثنان، أن المسيح لنا رئيس الكهنة، قادر أن يخلص إلى التمام بحسب قوة حياة لا تزول، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضاً إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. ثلاثة، طمان وضمان. ففي خوفنا كيوحنا من حق كل منا أن يسمعه قائلاً لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتاً وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين، ولي مفاتيح الهاوية والموت. نعم، ذاق ببطرس أن يقول له: أنت هو المسيح ابن الله الحي. وحسناً فعل التلاميذ حينما رفضوا الرجوع من ورائه قائلين: يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. ففي الغد لما جاء أغرباس وبرنيكي في احتفال عظيم، ودخلا إلى دار الاستماع مع الأمراء ورجال المدينة المقدمين، أمر فستوس فأتي ببولس. فقال فستوس: أيها الملك أغرباس والرجال الحاضرون معنا أجمعون، أنتم تنظرون هذا الذي توسل إلي من جهته كل جمهور اليهود في أورشليم وهنا، صارخين أنه لا ينبغي أن يعيش بعد. وأما أنا فلما وجدت أنه لم يفعل شيئا يستحق الموت، وهو قد رفع دعواه إلى أغسطس، عزمت أن أرسله، وليس لي شيء يقين من جهته لأكتب إلى السيد. لذلك أتيت به لديك، ولا سيما لديك أيها الملك أغرباس، حتى إذا صار الفحص يكون لي شيء لأكتب، لأني أرى حماقة أن أرسل أسيرا ولا أشير إلى الدعاوي التي عليه. أيمن، تاخدنا للجزء الأخير في عجالة الأعداد من 23 ل 27. يبدأ الجزء باحتفال عظيم تكريما لأغرباس وبرنيكي. وطبعا لما نتخيل إيه اللي بيحصل في هذه الاحتفالات والولائم والبزخ والمبالغة في التشريف على الطريقة الرومانية، أمور غنية عن الوصف. لكن أنا بتساءل، هل هذا الاحتفال العظيم اللي فيه أغرباس لابس الثوب الأرجواني وجالس على العرش في مجلس في هذا المكان في قيصرية، ما بيفكروش بتاريخ أبوه؟ أبوه اللي كان جالس على العرش في قيصرية وفي احتفال عظيم، أبوه اللي كان بيحب الملذات ويحب العظمة،
لكن ملاك الرب ضربه ومات في ذات المكان، ما افتكرش الأمور دي كلها. من المفترض إن مشهد زي كده يوقظ ضمير أغريباس ويعمل حساب، خصوصا أنه يعرف الأمور الدينية ويعمل حساب لكل كلمة هيسمعها من بولس خادم المسيح. لكن كمان في جزء تاني يلفت الانتباه، أن فستوس مش ناسي الصرخة اللي قالوها كل جمهور اليهود في أورشليم، أنه لا ينبغي أن يعيش بعد، أنه يستحق الموت. كم محاكمة، كم مرة تمت المواجهة واستجواب ولم يجدوا فيه علة واحدة. دي تفكرنا بمحاكمة حصلت في أورشليم برضو، كان كل الجمهور هايج على المسيح ولم يجدوا فيه علة تستحق الموت. نفس الأمر يتكرر في هذا المشهد مع خادم المسيح. قصة الاحتفالات ديت يعني شكلها دايما موجودة في عائلة الهرادسة، يعني عملوا احتفال وكان هيرودس في ليلة الوليمة في منتهى السعادة، وانتهى هذا الاحتفال بمقتل يوحنا المعمدان. وأيضا هيرودس كان في احتفال وأراد أن يقدم بطرس للمحاكمة وللموت. وهنا أيضا يعني أولاد الهرادسة كانوا في احتفال، وموضوع بولس طرح على مائدة المفاوضات، وكان بولس أيضا يقتاد إلى السجن. المراكز دايما والسلطات دايما يعني هي فوادي والعدالة فوادي، يعني دايما مشغولين بالاحتفالات، دايما مشغولين بالمناصب، لكن الله زي ما الكتاب بيقول لنا إن وضع السلطان في يد الرؤساء عشان يجروا العدل والقضاء للشعب. لكن عندما يحول الإنسان المركز والسلطة للمتعة الشخصية قد يغيب العدل عن مكان العدل. من زاوية تانية بيلفت انتباهي حاجة، لو بصيت على يعني التاريخ بسرعة، على السنوات الأخيرة بسرعة، المواجهات عنيفة ومتلاحقة، يعني شعب جمهور هائج في أورشليم، بعديه واقفة قدام أمير المعسكر ومجمع السنهدريم، ويقف قدام فيليكس الوالي وفستوس، ودلوقتي قدام أغريباس. وطول الفترة هل الرب ليه قصد من كل ده؟ هل الرب ليه قصد انه واحد يرتاب ويتحير وما يوصلوش لحكم؟ المواجهات دي كلها يغلب عليها طابع الاستماع اكثر من اصدار الاحكام. هل الرب ليه قصد من كده؟ بدون شك كانت فرصة لبولس انه يشهد، ما كانش بيفوت فرصة، لا مواجهة ولا محاكمة الا ويشهد عن عمل نعمة الله فيه، وانه انجيل الله للجميع. لكن رغم كده كانوا دايما بيرفضوا إلى أن يكتمل كأس إثمهم. هوذا يمخض بالإثم حمل تعبا ولد كذبا كرى جبا حفره فسقط في الهوة التي صنع. كل المؤامرات وكل المحاكمات اللي كانوا يهدفوا بيها أزية لبولس هي في الحقيقة كان كأس تمتلئ بالدينونة ليهم. الجزء الأولاني أن كان هذا إتماما لما قاله الرب لبولس في أعمال 9:15، هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل. هنا يقف أمام ملك اللي هو الملك أغريباس. الملاحظة الثانية إن أغريباس كان قد سمع عن بولس، وده بيورينا إن الخبر بتاع بولس انتشر حتى وصل إلى مش بس الناس العاديين لكن حتى إلى الملوك. في عدد 22 فقال أغريباس لفستوس: كنت أريد أنا أيضا أن أسمع الرجل، فقال: غدا تسمعه. وجاء الاجتماع وسمع الرجل، لكن ما أبعد أغريباس عن كرنيليوس اللي وقف قدامه بطرس، لكن لم يستمع إلى بطرس، لكن استمع إلى جميع ما أمر الرب بطرس أن يقوله لكرنيليوس. لكن بكل أسف أغريباس استمع للرجل لبولس ولم يستمع إلى صوت الرب المتكلم إلى بولس، بل في آخر الأصحاح القادم يقول له: بقليل تقنعني أن أصير مسيحي. عزيزي المشاهد، من تتبع؟ الحي الذي يعطي الحياة أم آخر؟ إنه يدعوك ليعطيك الحياة والحياة الأفضل، فهل تقبل دعوته؟ أشكركم أعزائي على وجودكم معنا في حلقتنا. في الحلقة القادمة بنعمة ربنا هنتقابل مع أصحاح 26
بولس يحسب نفسه سعيدا، ثم يحكي اختباره مرة أخرى، وأخيرا ماذا لو لم يكن قد رفع دعواه إلى قيصر. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، استودعك لنعمة الرب والرب معك.